بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في السيف جيلري الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. إن شاء الله النهاردة الخميس 28/10/2021، دي الصفقة رقم 19 في صفقات السيف جيلري. نقول بسم الله ونبدأ. انت حضراتكم عارفين ان الصفقات لمدة شهر، دي الصفقة رقم 19. نقول بسم الله ونبدأ. الصفقة النهاردة إن شاء الله عبارة عن إيه؟ اللاية هوائية ديجيتال، متوفر منها حجمين، الإكس لارج والاتنين إكس لارج. نقول بسم الله ونبدأ. أهو دي مقاس إكس لارج اللي هي إيه، 5.5 لتر، حجمها 5.5 لتر أهي. متوفر منها 3 ألوان، الأسود والرصاصي والوردي اهو، وشكلهم اهو على الكرتون، شكلهم على الكرتون بصراحة جميل. وهي طبعا من إديسون وضمان 3 سنوات، وبرضو كل مرة هقول لحضراتكم تحتفظوا بالفاتورة، الفاتورة حضراتكم تحتفظوا بيها لا قدر الله لو حصل شيء بتودوها مركز الصيانة في السيف جيلري، أي فرع من فروع السيف جيلري، أهم حاجة بالفاتورة وضمان 3 سنوات، أحسن حاجة في السيف جيلري وإديسون ضمان 3 سنوات. أي الحجم ده اللي هو 5.5 لتر، هو 1800 واط، 1800 واط و5.5 لتر. نازل عليهم خصم 40%، يعني الاكس لارج دي كانت ب799 اصبحت بكام؟ ب449 ريال، دي ب479 ريال، قصدي 479 ريال، اللي هي المقاس ده اللي هو 5.5 لتر. اهي هي ديجيتال، حتى ايه على الصورة بتاعتها اهي، لما بتحطوا الفيشة الكهرباء وفيها بقى بيبان لكم مع الشاشة يعني ايه كل التعليمات وكل درجات الحرارة يعني وكده، وانتوا ايه تاتش يعني بتدوسوا على على الحاجة اللي انتوا هتسووها يعني وكده. بيتعمل فيها لحمة ودجاج وبطاطس وسمك وممكن كيك معجنات يعني، وممكن ايه كم حاجة، حاجات كتير يعني بتتعمل فيها، بس اكتر الناس بتستخدمها للبطاطس والمشويات يعني. ايه وبدون زيت، مكتوب اويل فري بدون زيت، يعني دي قلاية هوائية بدون زيت. ايه قلاية هوائية بدون زيت، قلاية بدون زيت، ايه بتحمر الحاجة بدون زيت. وهي ايه سهلة الفتح اهي، بتدوسه كده واهي الحجم بتاعه اهو، وهي دي الحاجات اللي بتيجي معاها، الشبكة وصينية صغيرة واللي هي والكبيرة دي. خايف اعمل كده يقعوا مني اهي. وايه سهلة بتتعمل كده بتقفل، والفتح سهل اهي. حضراتكم هي الحاجات اللي هي بتتعمل فيها، يا دي معلش مطربة شوية عشان دي تحت العرض، لكن حضراتكم بتاخدوها بالكرتون بتاعها، الكرتون بيبقى فيها كل شيء. ده المقاس اللي هو 5.5 لتر الاكس لارج. نروح بقى على المقاس الكبير، ده المقاس الكبير اللي هو ايه 2 اكس لارج، هو برضو 1800 واط، واللتر بتاعها 8 لتر، المقاس بتاعها 8 لتر، ما شاء الله هي كبيرة. واليد بتاعتها ده فضي وما شاء الله كبيرة اهي من جوه، عشان بس عالية والحاجات تقع مني. ودي برضو بيجي معها برضو شبكة للشوك،
ووعاء كده، ودي صينية عالية شوية ولها يد لا الصينية اهي، والصينية دي تبان ما شاء الله اهي يا جماعة كبيرة ما شاء الله 8 لتر، وهي بدون زيت، بس في ناس بتحط معلقة زيت كده عشان الحاجة تتحمر كويس، يعني مش بتحطه، ما بتحط الزيت خالص خالص، ممكن هي مكتوب عليها بدون زيت، لكن في ناس بتحط عليها معلقة زيت عشان الزيت يسخن بسرعة ويتحمر الحاجة كويس. اهي بصراحة ممتازة وسهلة التركيب والفك، يعني متوفر منها المقاس الكبير، متوفر منه اللونين دول بس، اللون الرصاصي واللون الأسود. ايه وكل التعليمات على الكرتونة برضو، اهي هي نفسها اللي هي الصغيرة، بس ايه الحجم بس اللي يختلف، ونفس الوط، بس ديكها 5 لتر ونص ودي 8 لتر. ايه متوفر منها الحجمين دول، وهي كانت ب900، وهي كانت ب985، اصبحت بكام؟ ب589 ريال، خصم 40%. هي دي كانت صفقة اليوم 19 في صفقات السيف جيلري، نشوفكم ان شاء الله في صفقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.